هذه الانطلاقة الصباحية التي ننطلق من خلال ميدان التحدي في مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. الانطلاقات حاضرة مع سن الكبار، سن الحيل والزمول، هكذا الانطلاقة في شوط مخصص مع التحديات. هذه اللحظات الجميلة وشوط للحيل ينطلق بحفظ الله. ننطلق إلى مقدمة الشوط، أول المراكز وأول الانطلاقات، تغطية مع محمد بن طالب بن عقيل آل نابت في مقدمة الشوط، يتصدر زمام الأمور في تغطية مقدمة الشوط مع أول النداء الذي يترأسها تغطية مع هذه الصدارة. المركز الثاني وصول هملولة لصالح بن حمد آل قمر النابت، يصل على المركز الثاني، يصل بتحديات هذا الصباح. المركز الثالث نقلة مباشرة إلى الشادن وتعود مكيتها لسالم بن خجيم بن عايض العذبة، يحضرها في هذا الصباح ليقدم لنا شعاره على المستوى الثالث وينطلق مع تحديات الشادن التي تنطلق بهذه اللحظة. المركز الرابع، رابع المراكز وصول غزة، وليد بن محمد بن إبراهيم السيد يحضر مع غزة في هذه اللحظة ليقدم لنا انطلاقات غزة على المستوى الرابع. ومن خلف شاشة الريان انطلق إلى المركز الخامس مباشرة، من يحمل رقم 5 وصول متعبة لمحمد بن حمد بن راشد البريدي المري في المستوى الخامس والخطير. هكذا متابعينا الأفاضل في كل مكان كانت النتيجة للخمس المراكز الأولى التي ترأست النداء الأول وأقفلت النداء مع تحديات المراكز الأولى المنطلقة من مسافة 8 كيلومترات. يا سلام، هكذا متابعينا الأفاضل أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى الفورمة، وهملولة هملولة في صدارة الشوط. صالح بن حمد آل قمر النابت في صدارة الشوط يحضر مقدما لنا صدارة هملولة التي تسيطر على زمام الأمور مغيرة المجريات لصالحها، منطلقة بهذه اللحظة مع شعار السندباد القطري. المنطلق مع القمرة مع صالح بن حمد يحضر مع هملولة المركز الثاني، نقلة مباشرة مع تغطية ومحمد بن طالب بن عقيل آل نابت يحضر هنا مع تغطية. يا سلام، يا تغطية، تغطية على المستوى الثاني والخطير، هنا تغطي هذا النقل الحي والمباشر من خلال قناة الريان الفضائية هنا في هذا الميدان، ميدان التحدي. يا سلام، هكذا مشاهدين الأفاضل نقلة على المركز الثالث، نقلة على المركز الثالث، الشاذن 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 سالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة يحضر مع الشاذن، يقدم عطاءات الشاذن على المستوى الثالث لكي تظهر بتحديات هذا الصباح مع شوط الحيل. الشوط حامي منذ بدايته، منطلقين حاملين رايات البداية ورايات التحدي لهذه الشعارات العظمى التي تشارك في ميدان التحدي. نقل إلى المركز الرابع، حضور وانطلاق شعار غزة وليد بن محمد بن إبراهيم السيد التي تتسلل إلى مقدمة أو المركز الثالث بهذه اللحظة لتقدم لنا شعار غزة على هذا المستوى الخطير. المركز الخامس هناك وصول رقم 5 بالفعل متعبة محمد بن حمد بن راشد البريدي المري يحضر على المستوى الخامس. هكذا متابعين الأفاضل في كل مكان الشعارات لم يحن وموعد وصولها بهذا الانطلاق، بهذا الانطلاق الشيق الذي يحمل هذا السن الكبير، سن الحيل. السلام، اعود الى الصدارة،
أعود إلى المقدمة، أرى تسلل وتغطية، تغطية أيضا بدأت تتسلل، شعار بن عقيل يحضر مع تغطية محمد بن طالب، ولكن شعار السندباد يقدم لنا تحديات هملولة التي لا زالت تتنافس على مقدمة الشوط ليقدم لنا شعار صالح بن حمد القمرة النابت، لكن أيضا تسلل جميل حاضرا مع تحديات غزة، والشعار السيد الذي يقدم لنا غزة على المستوى الثاني بدأت تتسلل من مركز إلى مركز مع غزة. يا سلام يا غزة، غزة على المركز الثاني، المركز الثالث تغطية ومحمد بن طالب بن عقيل النابت في المستوى الثالث، المركز الرابع يا سلام يا سلام. هكذا متابعينا الافاضل، ارى الشاذن التي تحضر مع سالم بن خجيم العذبة بتحديات هذا الشوط، نقل الى المركز الخامس، خامس المراكز، وصلت متعبة والشعار البريدي يا سلام يحضر هنا مع محمد بن حمد البريدي المري. هكذا مشاهدين الاعزاء، الخمس المراكز الأولى التي تتجه نحو الناموس، تتجه نحو الطريق الصحيح عبر ميدان التحدي، ميدان الشحانية، انطلاقة ممتازة حضرت مع هذا الصباح، تحمل سن الحيل في 8 كيلومترات، هي المسافة المحددة لهذه الانطلاق، لهذا المهرجان الأبرز، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نقلة مجددا إلى مقدمة الشوط، إلى أول المراكز، هملولة 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 والشعارات قادمة، يا هملولة يا هملولة، صالح بن حمد بن قمرة النابت، لكن تغطية بدأت تتحرك، والشعار بن عقيل مع محمد بن طالب يحضر مع تغطية المركز الثالث، والنداء الأول لدامسة أحمد بن عبد الله بن أحمد المسند يحضر مع دامسة، شعار الأنيق يحضر على المستوى الثالث، المركز الرابع متعب المحمد بن حمد بن راشد البريدي، المركز الخامس يا سلام مشغلة علي بن حمد بن راشد بن مقارع يحضر على المستوى الخامس، الشعارات بدأت تتحرك، بدأت تحضر تقدم ما لديها من عروض ممتازة وملفات تجري وتدار عبر هذا المسار لتقدم شعارات الحيل. يا سلام، هكذا متابعينا الافاضل، ارى التغيرات التي بدأت تجري وتطري على ميدان الشحانية، والشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الذي قدم دامسة على المركز الأول، يقدم معطياته، يقدم إنجازاته، يقدم شعار الأنيق بانطلاقته بالمركز الأول بصدارة الشوط. يا سلام، المركز الثاني وصلت شعار تهملولة للمركز الثاني، شعار بن قمرة على هذه اللحظات، المركز الثالث تغطية ومحمد بن طالب بن عقيل النابت في هذه اللحظات، المركز الرابع وصلت الشاذن سالم بن خزيم بن عايض بن فرج العذبة يحضر أيضا على مستواه الرابع والخطير، المركز الخامس يا سلام. هكذا متابعينا الأفاضل، الشعارات بدأت تتحرك، بدأت تتقدم، بدأت تسيطر على زمام الأمور، والتعليمات لا زالت أيضا حاضرة ومتواصلة، مع تبقى ما تبقى إلا 2000 متر عن نهاية الشوط، عن لاند كروزر بيك اب. يا سلام يا سلام، اعود الى السيطرة، اعود الى المقدمة، اول المراكز، شعار الانيق احمد بن عبد الله بن احمد المسند، ودامسة دامسة بهذه اللحظات تسيطر على زمام الامور، نقلة الى مصفوطة محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري، المركز الثالث تغطية مع بن عقيل مع محمد بن طالب، المركز الرابع شعار السندباد القطري الحاضر مع هملولة المقدم معطيات الهملولة، المركز الخامس
وصول الشاذن سالم بن خجيم بن عايض العذبة. لكن أعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا شعار المسند المسيطر على مقدمة الشوط مع دامسة أحمد بن عبد الله. المسند يا المسند يا المسند. الله 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 الله. حضرت الهدة حضرت الهدة أو تغطية مع محمد بن طالب بن عقيل النابل في المستوى الثاني والخطير أيضا قوية ومرشحة بهذه الانطلاقة. المركز الثالث يا السلام متعبة مع البريدي محمد بن حمد بن راشد البريدي. المركز الرابع تحدياتي وانطلاقة الجزيرة 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 مبخوت بن محمد بن مبخوت بن جابر على المستوى الرابع. المركز الخامس مصفوطة مصفوطة محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني. هكذا متابعينا افتتحنا لوحة الكيلو الأخير الخطير الذي يفصلنا عن ناموس الشوط. يا المسند يا المسند يا لنيق يقدم معطياتي وانطلاقتي. دامسة بن عقيل بن عقيل على المركز الثاني. يا سلام حضرت تغطية تقدم تغطيتها على المستوى الثاني محمد بن طالب بن عقيل. المركز الثالث حضر التحديات الجزيرة مبخوت بن جابر. المركز الرابع الله انتباه علي بن عبد الهادي المري. اعود الى المقدمة بن عقيل بن عقيل والمسرد بن عقيل والمسرد. يا سلام يا سلام دامسة دامسة وتغطية. المعركة الأخيرة حضور أيضا الجزيرة الجزيرة على المركز الثالث. الجزيرة الجزيرة مبخوت بن جابر يحضر مع الجزيرة. الله 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 الله. الجزيرة 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 مبخوت بن محمد بن مبخوت بن جابر. الجزيرة الجزيرة بصدارة الشوط تحضر مع الجزيرة. المركز الثاني بن عقيل بن عقيل تاري والناموس تذهب مع مبخوت بن جابر. ايضا ايضا الشكر موصول محمد بن خزينة على هذا الاخراج. بالفعل هكذا متابعينا وايضا مشاهدينا الاعزاء تهانينا لبن مسعود على حصول الجزيرة على المركز الاول في هذه اللحظات وعلى هذا الانجاز الجميل. المركز الثاني وصلت تغطية لمحمد بن طالب بن عقيل. المركز الثالث حضرت الحرة لأحمد بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع حضرت انتباه لعلي بن عبد الهادي المري. المركز الخامس حضور دامسة لأحمد بن عبد الله المسند. هكذا مشاهدي الأعزاء كانت منافسة خطيرة وكانت أيضا من حققت الإنجاز الجزيرة مبخوت بن محمد بن مبخوت بن جابر بتوقيت زمني 12 دقيقة و43 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. والتهنئة أيضا واصلة من المخرج محمد بن خزينة. المركز الثاني وصل الشعار محمد بن طالب بن عقيل مع تحديات وانطلاقة تغطية ب 12 دقيقة و44 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. المركز الثالث حضرت الحرة لأحمد بن عبد الله بن أحمد المسند بتوقيت زمني ومقداره 12 دقيقة 44 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.